معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. نبدأ من صحيفة لوس أنجلوس تايمز التي أكدت تصاعد السجالات بين شركاء العملية السياسية بشأن توزيع المناصب بين الأحزاب التي تحكمها مصالحها الشخصية ومنافعها المالية بحسب تعبير هذه الصحيفة الأمريكية. كيف تقرأ ما جاء في تقرير هذه الصحيفة؟ مساء الخير، تحية لكم ولقناة الرافدين. حياك الله. في طبيعي من الطبيعي الصوت يرجع لي مرة ثانية. الآن تسمعنا بشكل أوضح؟ أنا أكبر صوتي من عندما أتكلم بيرجع مرة ثانية. نعم، سنحاول تصحيح الخطأ. أستاذ أمير تفضل. نعم، في طبيعي الوضع في العراق ليس بالسهولة التي يراها البعض بوجود رئيس وزراء جديد سوف يعني يقوم بتغيير العملية السياسية بعصا سحرية، تارة عن طريق يعني نشر في الانترنت لطلب من العراقيين بأن يقدموا أنفسهم كمرشحين، وتارة بأنه سيكون رئيس الوزراء الذي سينقذ العراقيين من المحنة التي عمت على بلدهم منذ 2003. المشكلة في العراق أنه الوضع العراقي هو وضع محاصصي ترجع أكثر أحزابه إلى الخارج. السوق الإيراني موجود في العراق، سوف لا يساعد رئيس مجلس الوزراء المنتخب المكلف بتكوين الحكومة على عمل ما يريده هو شخصيا. المشكلة في العراق هي الآن يعني نحن أمام وضع تريده القوى الموثقة في العراق أن يستمر، وهذا هو في صالح أمريكا وفي صالح إيران في أن يكون هناك شخص يستطيع أن يمضي بالعملية السياسية على الرغم من فشلها، ولكن يعني المطلوب هو عدم البت بفشلها أمام الشعب العراقي. طيب، هل هناك علاقة بين الدور الذي تلعبه أمريكا وإيران وبين المنفعة السياسية التي يمارسها شركاء العملية السياسية؟ هناك يعني هناك نوع من الربط بين المصالح الأمريكية في العراق وإيران. الولايات المتحدة وما يعني يقرأه الكثير من المحللين في العالم يعني قررت من قطع إيران في العراق وفي الشرق الأوسط، ولكن الوضع العراقي في الوقت الحاضر وبوجود أحزاب وميليشيات قد يعني تسلطت على المؤسسات السياسية والعسكرية في العراق، أمريكا تحاول عن طريق الحكومة الجديدة من استمرار في العملية السياسية لحد ما إنهاء إيران داخليا عن طريق يعني العقوبات التي ستضرب العمق الاقتصادي الايراني، وهذا ما يتطلب منها ان لا تتقابل عسكريا مباشره مع ايران في العراق. اذا المصالح الامريكيه هي مصالح يعني ستنصدم في النهايه ولكن ليس بصوره عسكريه، ولهذا فالولايات المتحده الامريكيه على ما اعتقد حفاظا على مصالحها ستحاول من إدامة المشهد السياسي العراقي بانتظار بأن العقوبات الاقتصادية على إيران تستطيع من إنهاء الأمر نهائيا وإخراج إيران من منطقة الشرق الأوسط. وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن العراقيين عالقون بين واشنطن وطهران، هل يمكن تفسير التأجيل التوافق على رئيس الوزراء والآن التأخر في توزيع الحقائب الوزارية في ضوء ما وردته وسائل الإعلام الأمريكية؟ يعني عندما نشاهد المشهد العراقي بصراحة، عندما نشاهد المشهد العراقي بوصول السيد رئيس مجلس الوزراء الجديد، يعني هناك الكثير من التمنيات والقول بأنه سيكون في يعني في وقت يستطيع أن يتحلل، ولكن أنا في نظري واعتقادي الشخصي ان الحاله سوف يعني تحتمل احتمال ان تنفجر في النهايه، لان الاحزاب السياسيه الاحزاب الموجوده في العراق وبعدين خرجت منها البعض فائزه فيما يسمى بالانتخابات المزوره،
لا تقبل وسوف لا تقبل في ان يكون هناك يعني نظام جديد يخرجها من خارج يعني نطاق العمليه السياسيه. فلهذا انا في نظري يعني العمليه السياسيه التي يراد منها ان تكون في العراق سوف تواجه صعوبات كبيره، لان المشهد السياسي العراقي منقسم بين احزاب وحيتان كبيره لا تقبل. وحتى يعني استطيع ان اذهب ابعد من ذلك، قبل مده كانوا يعتمدون على صوت المرجعيه الدينيه في حسم الامور. انا في نظري حتى المرجعيه الدينيه التي يعتمدون عليها سوف لن تكون قادره على حسم الامور، لان يعني المشكله وصلت الى نفق مسدود، الا وهو يعني وجود ناس اناس يريدون ان يكونوا في السلطه بوجود تنافس سياسي كبير بين قائمتين متصارعتين، الا وهي قائمه الصدر وقائمه المالكي. ولكن الان يعني حتى بعض البرلمانيين والساسه يعترفون اليوم عبر شاشات التلفاز بان الحكومات المتعاقبه منذ 15 سنه لم تقدم شيئا للعراقيين. هل هو ندم ام محاوله تسويق اعلامي؟ انا لا يعني اصدق ما يقال من هذه يعني من هذا الكلام، لان في الحقيقه العراق الوضع السياسي العراقي بقى على طبعه منذ يعني بدا بعد احتلال العراق، ولكن هذه كلها يعني كلام للتسويق وللقول بانهم من اجل يعني تغيير الحاله السياسيه في العراق، لان المشهد السياسي وكما تعلم سيدي يعني لا يحتمل بعد ما يعني ما حدث في البصره، ما حدث في العراق. اذا هناك نوع من التنويم يعني بين قوسين المغناطيسي للشعب العراقي على انهم لا يرضون في هذه الحاله، لان الشعب العراقي هو نفسه سوف لا يرضى في هذه الحاله، وهذه هي اول مشكله ستواجه رئيس مجلس الوزراء المنتخب في حاله انتخابه للوزراء. وانا في نظري اذا استطاع ان يعني يحصل على تكوين حكومه جديده سوف تكون حكومه محافظه بثوب جديد، وهذا ما سينفجر الشارع العراقي مره ثانيه على ما اعتقد. شكرا جزيلا لك عبر سكايب من باريس سياسي العراقي سيد امير المفرجي.